دكتور حسن، وأنت ابن مدينة صور، اليوم حملة عنيفة وقصف شديد ليس فقط على المنازل والمناطق السكنية، اليوم هناك قصف لمربعات كاملة في الكورنيش البحري، المنطقة التجارية الراقية في صور هي ربما عاصمة السياحة في جنوب لبنان. التركيز بالقصف على صور، ما هي الرسائل وما هي الأهداف لجيش الإسرائيلي؟ مساء الخير بداية لك، مساء الخير حميد الله كل المشاهدين. بالحقيقة صور مثل ما تفضلت، صور مدينة سياحية، مدينة تاريخية، مدينة حضارية، هي أعرق مدينة مأهولة بالتاريخ إلى اليوم، أقدم تاريخ مدينة مأهولة بالتاريخ، صور الحرف، صور الأرجوان، صور التي أعطت أوروبا اسمها، صور كل هذا التاريخ وكل هذه الأمجاد، وأيضا بالحروب هي قاهرة الإسكندر، وبالحب هي اليسار، وكل هذا يعني التشكيل المزيج الرائع الذي يشكل حضارة حقيقية بكل معانيها. قصفها بهذه الطريقة لا يفسر إلا همجية إسرائيل، إلا الرغبة بالانتقام. العميد عم بيحكي عن تعثر الإسرائيلي في البر، عن الصمود الأسطوري والقتال الغير طبيعي الذي يقوم به المقاتلون المقاومون في جنوب لبنان، واللي فاجأوا العالم كله بعد الضربات، سلسلة الضربات القاتلة يمكن كان لازم تكون للحزب، ولكن ما يفعله أبناء الجنوب كان مذهل. فهذا التعثر في الميدان حتما الإسرائيلي سينتقم من هذه المدن الآمنة الوادعة اللي هي سياحية ومسالمة، ومثل ما تفضلت في مربعات سكنية، أبنية كبيرة هدمت، شارع سياحي معروف يقطنه أو في من كل أنحاء العالم بيجوا إلى هذا المكان. اليونيفيل معظم عائلات ساكنين مستأجرين في هذا الشارع. فلا يوجد لا هدف عسكري ولا أي معنى عسكري لمدينة مثل صور إلا هذا التوحش. يعني هل تريد القول بأن بنك الأهداف لدى جيش الإسرائيلي قد نفذ، وبالتالي هو هم بدأوا المدنيون بالقصف العشوائي والمناطق؟ لا، المدنيون جزء من بنك أهداف إسرائيل، هي لا تقاتل، يعني في غزة كانت تقاتل على مدى سنة عسكريا أهداف عسكرية، جزء من عقيدة إسرائيل الجديدة. هو العميد بيحكي بالموضوع أكثر مني، العقيدة الردع الجديدة أنه هي لا تستطيع إنهاء مقاومة، لا تستطيع قتل مقاومة، ولكن تستطيع معاقبة بيئة مقاومة وجمهور مقاومة ومجتمع مقاومة، معاقبة الطفل والمرأة والشيخ والنائب والوزير وكل التشكيل الاجتماعي بهذه الطريقة الوحشية، والعالم كله يتفرج ولا حسيب ولا رقيب. فهذه المسألة، مسألة الانتقام الوحشي من مدينة صور، للأسف شكله يعني على ما يبدو، لأنه إذا كان صحيح ما سرب أو ما حكي أنه خلال أسبوع أو أسبوعين تنتهي المناورة البرية في جنوب لبنان أو في الشمال حسب ما يعبرون، سيستعيضون عن ذلك بموجات كبيرة من التدمير من جنوب الليطاني، ويمكن إلى يعني بشمال الليطاني وبجنوب الليطاني، وقد لا يسلم أي مكان من هذه الوحشية الإسرائيلية، على قاعدة أنه إسرائيل تمتلك القوة العسكرية، القوة التدميرية، وتمتلك الحصانة الأمريكية من أي حساب ومن أي عقاب، وتمتلك أيضا الصمت العربي عن كل هذه الجرائم. نعم. وبالتالي هي مطلقة اليد. دكتور حسن، يعني معروف عن صور بأنها حاضنة لحركة أمل، واليوم قصف كورنيش الرئيس نبيه بري، هل من رسالة سياسية فيه؟ هذا الكلام يعني قيل سابقا أنه صار لما على مدى أسبوع لم تضرب الضاحية، لم تقصف الضاحية، قيل أنه تم اتفاق تحييد الضاحية مقابل أنه رئيس بري والرئيس ميقاتي مع هوكشتاين الضاحية. نعم. مقابل حيفا. هذا كلام ليس واقعيا وليس دقيقا. عديسة ومركبة وطيبة ومجدلزون وطير حرفة وصور وبيروت والبقاع اليوم عم يتعرض أيضا لإبادة ولمجازر، كلها بالنسبة للرئيس نبيه بري واحدة، الناس هم نفسهم، هم لبنانيون مظلومون، أصحاب موقف وأصحاب قرار. نعم. مقاومة هذا العدو، فلا فرق بين صور ولا أي قرية في الجنوب أو في البقاع أو بيروت أو غيرها. وإن كان الإسرائيلي عم يفكر بهذه الطريقة فهو لا يعرف طبيعة هذا المجتمع وطبيعة هذه المقاومة وقيادة هذه المقاومة. نعم.